السلام عليكم الدراري، جيسبيغ تكونوا كلكم بخير. الوغ اليوم جيت نجاوبكم على بزاف ديال لي كيستيون اللي كيجوني في انستغرام، بريسك واحد 10-15 كيستيون اللي كيتعاودوا ديما اشاك فوا كيوصلوني عليهم الناس، سيغتو الناس لي ديبيتون. بيان سور عندنا دي كيستيون ديال الناس لي افونسي تبارك الله في الدومين واصلين واحد لو نيفو لي نقولو سوبيريور، مي حنا ما كنبغيوش نطلعو النيفو دغيا على الناس لي بريسك. عندنا واحد 90% ديال لي كيستيون اللي كيجيونا ديال الناس اللي يلاه ديبيتون في الدومين، اي بيان سور كاين واحد 10% ديال لي كيستيون ديال الناس تبارك الله يعني ديفلوبي وافونسي في لو دومين. مي حنا غادي ايتاب باغ ايتاب مع لا كوميونيتي ديالنا ولا الناس اللي متبعينا اللي غادي معاهم ايتاب باغ ايتاب، ان شاء الله حتى كلشي يعني يوصل لواحد لو نيفو سوبيريور في لو دومين. دونك غادي نحاول نجاوب على دوك لي كيستيون اللي كيتعاودوا بزاف، كيجيونا بزاف في لي ريزو سوسيو، باش نحاولوا يعني نجاوبوا عليهم اون فوا بور توت. دونك كيف ما قلت هاد لا فيديو تكون بالنسبه للناس اللي يلاه بادين، يلاه الناس اللي انسبيريناهم وبداو، غنحاولوا نجاوبوا على ديك لي كيستيون اللي كيوصلونا، حتى الناس اللي ما كيسولوناش يعني يستافدوا من هاد لا فيديو. دونك فوالا بيست دروب شيبينغ تشيبس، يعني غنحاولوا نهضروا على شنو هما يعني نقدروا نقولوا لي زاتيتود اللي كيديروهم الناس في دروب شيبينغ، سواء كيكونوا بوزيتيف ولا نيجاتيف، يعني شنو كيخليهم ينجحوا وشنو اللي ما كيخليهمش ينجحوا اترافير لي كيستيون ديالكم. دونك غنبداو ديما الدراري واحد لو بوان غادي نحاول نوضحو كيف ما كنحاول نوضحو ديما، هو انني كنختار ديما كنحط لكم داكشي اون لونغلي. علاش كيجونا بزاف ديجا هاد لي ميساج اللي كيجي بزاف، راه حنا ما كنفهموش لونغلي واش نقدروا نبداو في الدومين. ديما كنقلتها وغنعاود نقول الدراري، واخا تكون ما كتعرف والو في لونغلي غير بدا راه مع الوقت غادي تحس براسك انت ميتريزيتي لا لونغ. داكشي علاش انا كنحط لكم داكشي اون لونغلي باش تفهموا كومي لي بحال هكا، باسكو حنا كنخدموا في لانترناسيونال، دونك خاصك تكون ديجا كتبدا يعني كتفاميلياريزا مع لونغلي، كتولي تفهمها وقت. دونك مع الوقت راك غادي تشدها، ما تحاولش نقولوا تنيجليجي لونغلي، ما تمشيش ماشي ما تبان لك لونغلي وتمشي دير تراديكسيون وتقلب على العربيه ولا تتبع دي كور اون اراب. تبع دي كور اون اراب مزيان، ولكن ديما حاول توجه لونغلي باسكو هي لا لونغ يعني اللي كاينه في العالم كله، هي باش كنخدموا. دونك ما تفهمش شي مو غير حاول تقلب عليه وغتلقاه وغتفهمو، غير مع لو طون غتلقى راسك داكشي دخل لك راسك يعني عادي، ما احتاجتش تقرا لا لونغلي لا والو، غتلقى راسك انت يعني بديتي كتستافد بديتي كتدخل ديمو، وهادشي اترافيغ ديكسبيريونس ديال بزاف ديال الدراري. دونك فوالا الدراري بالنسبه يعني ستارتر يعني بالنسبه لو ديبيتون، هاد لو بوان اللي غنبدا به هو الاول وكيجيني بزاف وكيجوني عليه بزاف ديال لي ميساج، هو يلا حليت لو كونت ديالي ايباي واش ندير ليستي. كاينين بزاف ديال لي ميثود اللي كيستعملوهم الناس، هنا انا غنقترح عليكم واحد لا ميثود اللي هي زوينه وافيكاس. كاينه لا ميثود ديال اللي كيحل كونت ايباي وكيخلي واحد لا بيريود طويله من ان موا حتى ل 2 3 موا حتى فوار 4 موا عاد كيبدا ليستي، وكاينين الناس اللي كيحل الكونت ديالو في لي بروميي جور ديالو، يعني في السيمانه الاولى ولا الثانيه كيحط ان برودوي اللي عنده في الدار باغي يبيعو، كتجيبو تصورو هذيك تبيعو كيحطو باش يبيعو. دونك هنا هذه سيت اون ميثود نقدر نقول لكم مزيانه و انتيليجونت. علاش؟ باسكو اي باي كيعرفو كو راك انت يعني غتحليتي لو كونت غير باش تبيع دي برودوي اللي عندك في الدار قدام، اي باي يعني كيدعمو هاد القضيه هادي. دونك حتى لحطيتي ما كيطرا حتى شي مشكل، باسكو كتشوفو سي كو لو برودوي يعني ديجا اوتيليزي بغيتي تعاود تبيعو، اي كاينه هاد القضيه في اي باي. كوم سا كدا بشويه كتخلق هذيك لا كونفيونس مع اي باي وكيبداو يثقوا فيك، اي باي كيعرفوك كوم كوا راك انت داخل باش يعني تبيع وتشري ماشي باش تاغناكي ولا تسطع على الناس. هذه لا ميثود الاولى. لا ميثود الثانيه اللي كما قلت لكم كتحل الكونت وكتخليه يعني كتوجد كاع لي زانفورماسيون ديالك في اي باي اي باي بال ايتترا، كتخليه واحد دو موا بما تعلمتي مزيان وبما ميتريزيتي لو دومين عاد كدات ليستي ليستينغ ديالك الاول. فوالا هذه لو بوان الاول. بالنسبه للدراري الدوزيام بوان اللي غنهضر لكم عليه هو 5 principles that we must put attention if you want really success in dropshipping business. ويا 4 بوان لي 4 essential بوان اللي نقدر نقول لكم خاصكم تميتريزيوهم باش يعني نقدر نقولوا تحقق داكشي اللي بغيتي انت في لو دومين وفي البيزنس دروبشيبين. لو بوان الاول الدراري هو responsive customer services، يعني نقدر نقولوا لو سيرفيس كليون ولا السيرفيس كليونتي اللي بغيتو، يعني لا غولاسيون ديالك مع لو كليون خاصها تكون فريمون ديفلوبي. كيفاش؟ ملي لو كليون كيسولك على شي انفورماسيون خاصك تعطي لافورماسيون اكزاكت، ما تعطيش شي انفورماسيون غالطه. يعني اي خاص يعني في لو سيرفيس كليون خاصك تهضر مع الكليون مزيان، يعني تعطيه تكومينيكي لي زانفورماسيون اكزاكت. مثلا غنشري من عندك واحد لو برودوي، تعطيه لي زانفورماسيون اللي فاش يوصلوا لو برودوي يلقى لي ميم زانفورماسيون، كوم سا غادي يكون ساتيسفي. دوزيام بوان هو لو ريتورن ريتس، يعني لو طو ديال لو نقدر نقولوا لو طو ديال لو ريتورن، يعني ملي خاص يكون ناقص بزاف عندك، يعني ما خاصش الناس يكونوا كيرجعوا لك لو برودوي ديالك، يعني خاصك تحاول يعني لو ماكسيموم بوسيبل برودوي ملي تباع ما خاصوش يرجع. كيفاش غاديش ما غاديش يرجع؟ تكومينيكي ليه كما قلنا في الاولى
des informations exactes ماشي دي زانفورماسيون اللي نقولوا حنايا غالطين يعني البرودوي يكون مزيان لو الشيبينغ يكون مزيان كوم سا عمر لو كليون احترم جي هاد لي تخوا عمر لو كليون يرجع لك شي يرجع لك شي برودوي. تخوازيام شوز هي كومبيتيتيف برايسز يعني ما خاصكش مثلا انت تجي يلاه ديبيتون انا ديما كنهضر مع لي ديبيتون دابا تجي تبيع ان برودوي في السوق داير مثلا 30 دولار تجي انت تبيعه ب 35 ولا 40 دولار حتى واحد ما غيشري من عندك دونك ديما خاصك يكون عندك ان بري اللي ينافس المنافسين ديالك سوا تهبط لو بري سوا لو ميم بري دونك انت سا ديفير لي استراتيجي مي مهم انت خاصك تكون عندك ان بري كومبيتيتيف. اي فينالمون فاست شيبينغ شيبينغ الدراري نقدر نقول لكم راه لو بوان هو يعني نقدر نقول لكم لو بوان اللي كيحددك واش غتنجح في الدروب شيبينغ ولا لا. الا كان عندك شيبينغ مزيان يعني لو برودوي ديالك كيوصل لو كليون في لو طون ديالو كونفينابل يعني لو طون اللي اتفقتوا عليه راه عمري غطيح في شي مشكل. الا كان لو شيبينغ ديالك ديما كتستعمل شيبينغ وغادي نعاود نرجع على الشيبينغ في واحد لو بوان من بعد غادي نعاود نديطاي لكم كنتي كتستعمل شيبينغ يعني تقيل بزاف ما عمر الكليون يرجع عندك ويقدر ما يبقاش كاع يقدر يرجع لك البرودوي ولا يحل عليك كيس ولا اتسيتيرا. دوزيام سوز هو تشيك اوردر دروب شيبرز يعني هنا لوكين فور جود ستارت يعني الا بغيتو تبداو بدايه مزيانه بدايه مشجعه بالنسبه ديال الناس كيبداو في الدومين اي كيبدا سيمانه جوج تخوا تقدر توصل كاع شهر شهرين شهور ما كيبيع والو صافي كي ابوندوني لو تروك. دونك ديما البدايه مهمه بزاف خاصك تبدا بواحد البدايه اللي تشجعك بدايه اللي مع تبدا دوز واحد شويه الوقت تبدا تبيع تحس براسك تبيع تحس براسك دونك هنا كتشجع وكتزيد يعني هذاك لونكوراجمون في البدايه كيكون مهم لك وكيكون ديتيرمينون في لا كارير ديالك في دروب شيبينغ. مي كيفاش غادي نقدر انا نبدا بواحد البدايه مشجعه كاينين بزاف ديال الطرق ولكن احسن طريقه الدراري هي سباينغ. سباينغ يعني كنقولوا التجسس على الاذر ستارز كنشوفوا الناس الاخرين كيفاش خدامين شنو لي برودوي اللي كيبيعوا شنو كيديروا شنو هما لي استراتيجي اللي كيادوبتيو اي كنديروا بحالهم ولا كنحاول نتانسبيرو منهم كوميم اي شنو كنديروا كاينين اترافيغ كيفاش كنخدموا بهادشي كاين بزاف ديال التول اللي تهضرت لكم اليوم وغادي نعاود نهضر اليوم كاينين بزاف ديال التول اللي كيعطيوك هاد الكاليتي ديال انك تسباي على ستارز الاخرين وتشوف لي دروب شيبر الاخرين ناجحين اتسيتيرا. حاجه اخرى هي ديما كنحاولوا نختاروا كبدايه كمبتدئ ديما كنهضر مع الستارترز يعني لي ديبيتون الناس المبتدئين في الدومين ديما كنحاولوا نختاروا لو برودوي اللي فيه لا كومبيتيسيون يعني منافسه قليله. علاش كاين برودوي كتلقى فيه المنافسه طالعه سيغت فيما كاين المنافسه كما كنقولوا ديما كاين تما البروفيت ولكن اش كتلقى كتلقى مثلا ان برودوي فيه 4000 ولا 5000 فوندور في اي باي كيبيعوا لو ميم برودوي انت كمبتدئ ما تقدرش تقارن معاهم دونك الا جيتي تحط انت البرودوي ديالك معاهم حتى حد ما غادي يتسوق لكم كليون. علاش لانك انت باقي عندك فيدباك ضعيف كيعرفوك راه يلاه بديتي باقي ما كتبيعش بزاف ديال البرودوي دونك ما يقدرش حتى واحد يثقفك دونك انت ديما كتحاول تمشي لي برودوي اللي على قدك ديما الدراري سيروا على قدكم البرودوي اللي ننافس فيه انا يكون ان برودوي على قد ديال الله بادي اللي فيه لا كونكورونس قليله ديما لي برودوي جداد ولي برودوي اللي ماشي ما دايرينش في السوق بزاف هما اللي كيكونوا لي برودوي غانيون بالنسبه ان ديبيتون. الحاجه الثانيه الثالثه ولا الرابعه اللي غنهضروا عليها هي الاي بي اي هذه هضرت عليها بزاف الدراري هذا لو بوين ديال الاي بي اي مهم بزاف. علاش اي بي اي سوا يطلعك سوا يهبطك اي بي اي الدراري كتلقى كاين دي فوندور اللي كيكون عندهم فريمون كيكونوا توب ريتد سيلر يعني مكلاسي مزيان اي واخا هكاك كيتفلاكاو كيديروا شي تول ولا شي سيت اللي كيفلاكي كيتفلاكاو كيتحيد لهم توب ريتين سيلر وكيهبطو ما كيبقى يبيع والو كيكون كيبيع 4000 5000 دولار في الشهر ولا اكثر صافي ما كيبقى دو مومون كيتمشح يعني كيطيح في الريتي ما كيبقى يتباع ليه والو يعني اترافيغ شنو اترافيغ دوك لي تول اللي كي يعني اكوز دوك لي تول اللي كي كيفلاغيو لو كونت دوك. دونك بالنسبه للدراري الفلاغ راه هضرت عليه بزاف ديال لي فيديو باش ما نطولش عليكم ديما الدراري خدموا على لو ريغلومون ديال ايباي ايباي حتى ان ريغلومون خاصكم تتبعوه الا خرجتي عليه ما غاديش تقدر تنجح. ديما بالنسبه للدراري اللي كيبغيو يستعملوا لي تول ديال ليستين ولا لي تول هذا ديما الدراري يستعملوا دروبيكس راها ايفيكاس وهضرنا عليها بزاف ومعروفه وما كتفلاكي لا كونت لا والو استعملوها. علاش باسكو غتفاداكم بزاف ديال المشاكل استعملوها راه غادي تليستي ليكم وفيها بزاف ديال لي زوفر هاد رجعتوا لي فيديو اللي كنحطوا راه غتلقاونا هضرنا عليها اي هادي كتخدم بلا اي بي اي دونك محترم لو ريغلومون لي سيبور ديالهم كيحترم لو ريغلومون ديال اي بي دونك ما فيها حتى شي مشكل يعني غارونتي 100% يوز علي اكسبريس يعني الدراري بزاف الناس اللي كيخدموا بعلي اكسبريس انا كنعرف بزاف الناس يعني نقدر نقول لكم راه 80% ديال لي كيستيون اللي كيجيونا الناس اللي خدامين في علي اكسبريس كيفاش تلقاو البرودوي كانيو اتسيتيرا. هضر لكم انا قبيله هضرت لكم على الشيبينغ انا دابا غنديطاي لكم فيه شويه الشيبينغ الدراري كما كنعرفوا كاين الايكونوميك ستاندار وكاين الايكونوميك شيبينغ ستاندار والفاست
بالنسبه للدراري الناس اللي كيخدموا بالايكونوميكس شنو كيديروا؟ كتلقى الشيبينغ رخيص سوفوار زيرو، ما كتلقى فابور ياك، كتلقى فري شيبينغ. ملي كتجي تشوف كتلقى الايكونوميك فروم تشاينا ياك، كتلقى الايكونوميكس يعني كيجليك ارخص شيبينغ كاين. هذاك الشيبينغ الدراري شحال كيوصل؟ حتى 60 يوم عاد توصل لك لا كوموند، عاد توصل لو كليون توصل لا كوموند ديالو. لو كليون ملي كيوصل لا كوموند في 60 يوم راه ما كيصافي، ما كيبقاش مسوق لك الكيكه، ما كتعجبوش اتسيتيرا. علاش؟ راه لو طون راه هو كلشي. الا انا قدرت نصيفط لك ان برودوي في 2 جوغ سيمانه 15 جوغ، راه غتكون ساتيسفي انت وغترجع عندي. الا صيفط لك البرودوي في ما بين 30 حتى 60 جوغ، ما كتبقى ما كتبقاش عنده اون فالور هذاك لو برودوي. بحال مثلا انا دومونديت لك واحد البرودوي مثلا في ميركا سميث، يعني في لو ريفيون ولا هذا كيتبادلوا لي كادو هذوك لي زاميريكان اتسيتيرا، اي ما وصلني حتى شهر جوج ولا حتى شهر حتى الاخر شهر واحد، ما بقاتش عنده اون فالور ديك الساعه. غنرجعوا لك نقول لك خويا راه داز الوقت على هذا البرودوي. دونك ديما الدراري في الشيبينغ خدموا باي باكيت، خدموا باي باكيت. علاش؟ اي باكيت راك تكون تقريبا فابور ولا كتكون داير 1 دولار 2 دولار، المهم واخا ما كتخليش لك لا مارج بزاف، يعني كتاكل لك من لا مارج ديالك، ولكن راه كتخلي كتعطيك واحد كتعطي لك اليوم ديالك اون ساتيسفاكسيون. علاش كيرجع عندك انت؟ باسكو لو وصلوا الكليان برودوي في 15 جوغ مثلا، راه سي نو با لا ميم شوز كو لو وصلوا البرودوي في 60 جوغ. دونك ديما الدراري خدموا باي باكيت، خدموا باي باكيت. واخا مثلا في الاخر تجيب الايكونوميكس غتبيع مثلا بواحد لا مارج ديال غتصيط لك مارج ديال 7 ولا 8 دولار، اف اي باكيت تقدر تجيب لك غير 4 ولا 5، ولكن خدموا باي باكيت لان هذا غتعطيك اون ساتيسفاكسيون لذوك لو كليون، غيعطيك فيدباك مزوين بوزيتيف وغيعاود يرجع ياخذ من عندك اون اوتر فوا. الو هنا غادي نهضروا على النيش، النيش ولا الكاتيجوري ديال البرودوي. كاين بزاف ديال لي نيش، مثلا النيش ديال الديكوراسيون ديال الدار، داكشي ديال لي شيان لي زانيمو، كاين لي سمارت فون، كاين نقدر نقول لكم دي مليون دو نيش. لو نيش الدراري ولا لا كاتيجوري خاصك تكون تعرف تختار الكاتيجوري اللي تخدم فيها. علاش؟ انت كوم ديبيتون خاصك توبتيميزي هذاك الطون اللي عندك وداك لي بيرفورمانس كوم ديبيتون باش تختار لا كاتيجوري المزيانه. يعني ماشي ساهل تختار الكاتيجوري، ونقدر نقول لكم بزاف ديال لي كاتيجوري كلهم ناجحين، ولكن كاين اون كاتيجوري اللي عطيتها الان دو ان يعني سيلر ولا بائع قديم ينجح فيها، وتعطي لا ميم كاتيجوري ولا ميم بريسك لي ميم برودوي ان ديبيتون ما ينجحش. علاش؟ لان واحد قديم وعنده الفيدباك اتسيتيرا، ماشي بحال واحد يلاه بادي. دونك بالنسبه لجود نيش، اولا خاص يكون دي برودوي، يكون النيش اللي فيه دي فاريون دو برودوي، يعني فيه بزاف ديال البرودوي، ماشي غير نيش محتصر محتكر، يعني ما فيه غير 4 5 برودوي ولا دي برودوي، خاص يكون دي برودوي فاريون. الحاجه الثانيه هي خاصك انت تختار دي نيش اللي فيهم دي برودوي اللي مع الكليون كيشوف، ماشي شي حاجه اورجون، يعني ماشي حاجه محتاجه الكليون داك الساعه. يعني الا كانت شي حاجه محتاجه الكليون ديك الساعه صاني سي شيبينغ دغيا، والكليون كيكون يعني اكزيجون في لي نورم اتسيتيرا. دونك اختار شي حاجه اللي الكليون بالنسبه ليه فاكولتاتيف، ولا شي حاجه دو بيان اتر ولا دو بليزير، يعني اللي الكليون دارها غير باش يتمتع اتسيتيرا. الحاجه الثالثه الدراري اللي غنهضر لكم عليها، وكنت واعدكم باش نهضر لكم عليها، هي مي ما غنهضرش بزاف عليها دابا، هي الماركتينغ. فوكيوس يور نيش اون يور ماركتينغ. هذا الماركتينغ الدراري ما كيهضر عليه حتى واحد، ما كيهضروش عليه بزاف المغاربه، ولكن غندير لكم ان فيديو سبيسيال خصنا غير نطلعوا النيفو شويه على الماركتينغ. كاين بزاف ديال لي ميثود في ماركتينغ انترناسيونال، حنا كنخدمو في الانترناسيونال، دونك اون يوتيليز لو ماركتينغ انترناسيونال. كاينين بزاف ديال لي استراتيجي، كاينه لا استراتيجي دادابتاسيون في الماركتينغ انترناسيونال في الدروب شيبينغ، مي في الدروب شيبينغ كاينه لا استراتيجي دو ستاندارديزاسيون، اي كاينه لا استراتيجي دو ستاندارديزاسيون ادابتي. حنا كنخدمو سوا بلا داتا لادابتاسيون ولا لا داتاسيون ولا لا ستاندارديزاسيون. اما لا ستاندارديزاسيون ادابتي كيخدمو بها لي كروند زونتربريز دوك الكبار بزاف. حنا باقني الله شويه، يعني دروب شيبر ميم كاينين دروب شيبر كبار مي كيخدموا غير بلادابتاسيون ولا لا ستاندارديزاسيون. سا ديبون اش من باسكو الدراري هنا غنهضروا على كيجوني علاش اختاريت لكم اي باي دي او، يعني حيت كيجوني بزاف ديال لي ميساج مع عند مغاربه كيخدموا في اي باي ديال الالمان ولا فرنسا ولا اليو كي، باسكو لا كومينونتي راه ماشي بحال الدراري. لي بوزوان سا ديفير، كاينين دي بوزوان يونيفرسيل اللي عند اي واحد في اي بلاصه في الارض، ولكن كاينين دي بوزوان ماشي بحال. علاش كنخدموا بلادابتاسيون؟ لي زالمون مثلا اللي اختي خدام في بوان دي او في اي باي بوان دي او، ماشي هما لي فرونسي اللي اختي خدام في اي باي بوان اف ار، ماشي هما لي يو كي، ماشي هما، يعني كل كوميونيتي ولا كل بلاد عندها لي سبيسيفيسيتي ديالها. تقدر تجيب ان برودوي ما يتمشاش لك في الالمان. علاش؟ باسكو لي زالمون هذوك بالنسبه لهم هذوك لو برودوي ماشي مزيان. علاش؟ باسكو في لادابتاسيون، باش نعطيكم شويه اكثر في لادابتاسيون، اون بخون كونت بزاف ديال لي شوز. اولهم الدراري هي لا ريليجيون، يعني لي كولور، لي كوتوم، لي زابيتود، بزاف د الحوايج. غير داكشي تري كومبليكي، داكشي علاش غنخلي لكم في ان فيديو سبيسيال باش تعرف هاد البرودوي واش غادي ينجح لك في هاد البلاد ولا لا. دونك فوالا،
start with the research on product that have a lot of sales and extract niche from them. يعني كتختار شي بالنسبه للنيش هذه هضرت لكم شويه على الماركتينغ كدير من بعد غادي ندير لكم لي فيديو سبيسيال عليها. بالنسبه للنيش خاصك تختار اللي فيها دي نيش اللي فيها دي فونت يعني كتباع كيبان لك راه محركه ماشي شي نيش اللي فيها لي فونت قلال هذه سي كلير. هنا الدراري برودكت دات نوت كاستمر داز نوت كير وات براند دي ار باين يعني هذه مهمه بزاف. كاينين دي كاينين دي 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 دي, دي برودوي اللي لي مارك ديالهم محتكرينهم ما تقدرش الكليون ما يقدرش يشري شي حاجه اخرى من غير هذيك لا مارك فهمتي كنتو نتوما كتعرفوهم سوا في لابيمون سوا دونك انت كتفادى هذاك الشيء كتمشي لدي برودوي لو لو كليون ان ريان افوت بلا مارك يعني فهمتي ما كيتسوقش لا مارك يسون فيش هو باغي غير لو برودوي صافي ما كيتسوقش واش من مارك ولا هذه مهمه بزاف الدراري هذه النقطه ديال البراند ديال لا مارك. بالنسبه للباد نيش يعني اللي نيش اللي ما مزياناش كتلقى فيها كومبليكيتد برودكت كان بروكن ايزلي يعني دي برودوي اللي كي تهرسوا دغيا بحال اش نعطيكم اكزومبل بزاف ديال الناس كيخدموا داكشي ديال الارتيزانا الصناعه التقليديه الفخار فهمتي ديكوراسيون داكشي ديكوراسيون هادوك كيقدروا يتهرسوا مثلا الا كان لومبالاج ماشي مزيان يتهرس ولا يتشقق مع كيوصل عند لو كليون كيحلو كيلقاه مهرس كيرجعوا لك صافي ما كيفكرش بزاف كيرجعوا لك يقول خويا انا تهرس ليا لو برودوي ديالي دونك تفاداو هاد لي برودوي اللي كيكونوا سونسيبل ou bien aussi les small profit margins يعني لي برودوي اللي كيكون فيهم البروفيت راه قليل مثلا كتلقى برودوي داير 1 دولار هذا بعد منه لان ما فيه لا بروفيت لا والو وفي كونكورونس بزاف lots of customer service needed يعني تفادى لي برودوي اللي كيف فيهم خاصك بزاف ديال لو سويفي ابري فونت يعني كتلقى شي برودوي بعد في المولاه اي من بعد خاصك تشرح ليه كيفاش كيخدم خاصك فهمتي هذوك لي ماشين ايتترا تشرح ليه كيفاش كيخدم هادي كيفاش هادي كيبقى تبع دونك تفادى هاد لي برودوي لان كيكون فيهم مشاكل او فان كونت كيكون لو كليون ما فهمش كيفاش يعني يخدم لو برودوي ديالو كيرجعوا لك اي فينالمون بيك اند هيفي برودكت تفاداو الدراري البرودوي اللي كبار بزاف مثلا البرودوي اللي مثلا برودوي فيه 500 ولا 300 غرام ماشي هو ان برودوي اللي فيه 10 كيلو غرام ماشي هو ان برودوي اللي فيه 20 كيلو غرام ماشي ان برودوي اللي فيه 50 كيلو غرام يعني كل ما كان البرودوي كبير بزاف وثقيل كل ما الشيبينغ ديالو كيغلى يعني دوك حنا كنخدموا في ترونسبور ديما حنا اغلبيه كنخدموا ترونسبور ايريان ديما حنا كنخدموا بالايريان هادوك لي كومباني دايريان اللي كيديروا ترونسبور انترناسيونال ايريان ديال لو برودوي كيحسبوا لك تما سوا بلو كيلوغرام يعني لو بوان سوا بلو فوليوم اللي كبير فيهم هو اللي كيختاروا هذا كيفاش كيحسبوا هادو كيفاش كتحسب لو كو ديال لو ترونسبور ايريان دونك الا كان شي برودوي اللي ثقيل الا كان شي برودوي اللي ثقيل غير تسناو الدراري يتحسب عليكم يعني لو كو يكون غالي بزاف ديال لو ترونسبور ايريان الا كان شي برودوي اللي صغير 300 غرام ما كاملاش كيلو كيكون داكشي نيجليجابل يعني كيكون رخيص بزاف لو كو. الوغ اي حاجه اللي غنهضر عليها بزاف اللي هي لا كرياتيفيتي اي لينوفاسيون هادي الدراري هي اللي عليها كلشي هادشي علاش الناس كينجحوا في دروب شيبينغ هادشي علاش واحد كينجح واحد ما كينجحش خاصك هذيك لا كرياتيفيتي خاصك هذيك نقولوا حنا هذيك لينوفاسيون كيفاش تنجح. الدراري كنشوف بزاف كيخدموا غير في علي اكسبريس نوعوا الدراري ما تبقاوش غير في حاجه واحده خدموا في امازون خدموا في بانكوت خدموا في سي جي دروب شيبينغ كاينين بزاف ديال لي بلاتفورم كاينين بزاف ديال لي سبلايرز نوعوا هكا باش تلقاو دي برودوي نوفو. دروب شيبينغ از ويل بزنس دراري بزاف الناس كيدخل دروب شيبينغ كيسمع دروب شيبينغ كيتموتيفا كيخدم سيمانه تيقول لك ما بعتش والو ما صافي كيخرج نو دراري دروب شيبينغ سي تان بزنس يعني ماشي شي حاجه ماشي شي حاجه اللي كتجي سهله ثاني سيت واحد لي فور ثاني سيت تقرا تشوف دي فورماسيون وتتبع تفهم تعرف دي استخ... شنو هما لي استراتيجي دونك فريمون سي تان بزنس واي بزنس عنده لي كلي ديالو خصك تحاول تلقى لي كلي تفهم كيفاش هادي هكا ثاني سيت واحد لي فور كوم سا اللي وحاجه واحده اللي نقول لكم انايا غارونتي في دروب شيبينغ كل ما خدمتي اكثر كل ما تقدر تدخل اكثر يعني الخدمه فيه خصك يعني تهرس راسك شنو هما لي غان برودوي غانيو شنو هما لي استراتيجي اللي نخدم بهم هادي هنا هادي هنا هكذا تقدر تنجح في دروب شيبينغ. يعني كما هضرنا عليه دابا خصك افور ولكن الدراري هنا غنهضر على اخر حاجه بريسك تقريبا وي اخر حاجه اللي هي ليستينغ ديما غنبقى نهضر على ليستينغ واخا كاع تكون افونسي غنهضر لك على ليستينغ علاش باسكو كنشوف الدراري كيديروا دي فوت يعني ولا دي زيرور غراف ليستينغ ليستينغ الدراري هو ليماج ديال لو برودوي ديالك كيفاش الا كنتي عندك ان ليستينغ زوين ليماج ديال لو برودوي ديالك تكون زوينه كيفاش انا كليون انت فورنيسور دابا انت غتبيع لي انا كندخل كنلقى لو برودوي ديالك محطوط افيك دي فوتو بروفيسيونيل كنلقى كنجي كنبغي شي انفورماسيون على لو برودوي كنلقاها مثلا انا غنشري من عندك تيشيرت كنجي كنلقى لا تاي كنلقى شحال في الاس شحال في لي ديمونسيون ديالو لا لونغور لا لارجور فهمتيني كاع داكشي اللي بغيت كنقول هذا ان فوندور يعني بروفيسيونيل كنقدر نشري من عندك ديريكتومون كندوز لاكسيون الوغ الا جيت لقيت مثلا انا غنشري من عندك تي شيرت ما لقيت لا لا تاي ما لقيت لي ديموسيون ديال لا تاي حيت لا ديموسيون سا ديفير في العالم
اس ولا الام ديال الامريكان ماشي هو ديال الانجليز ماشي هو ديال فرنسا، يعني كيكون واحد الطابلو ديال لي ديمونسيون ضروري هذاك بزاف د الحوايج. دونك هنا تنقول هذا ان فوندور بروفيسيونيل ناخذ من عنده، دونك كنشري من عندك. الا كنتي انت ما احترمتش هذوك لي ديمونسيون ما كناخذش من عندك، نقول هذا راه كيخربق. واحد ليغور انا شفتها بعيني هذه بحال اكسبيريونس ديال واحد الدري كيبيع، جايب برودوي من علي اكسبيريونس وكيبيعو في ايباي. ملي كتجي كنهود نقرا قال لي يا خويا هذا لو برودوي هذا راه شحال انا حاطه، دخل درتش معاه دخلت عنده كنهود كنقلب في لو برودوي في الليست في الديسكريبسيون كنهود اش كنلقى في ايباي محطوط مكتوبه اي فور دروب شيبرز وي سيبورت دروب شيبين تاتا كونتاكت اس، يعني كاتبين لك فور دروب شيبر كونتاكت اس باش ندير لك دي روميز محطوطه في ايباي في الديسكريبسيون في ايباي. هو شنو دار؟ غير مشى الديسكريبسيون ديال علي اكسبريس دار كوبي كولي لكل شيء وجا. دونك هادي الدراري سي في ايغور ماشي غراف فاتال، يعني ما عمر شي واحد ما عمر شي كليون يدخل يشتري من عندك، مي غيدخل يهود يلقى دروب شيبينغ يقول هذا دروب شيبر ما ناخذش من عنده، وشو حاط دروب شيبينغ هنا. دونك هذا ماشي بروفيسيونيل، عاد دروب شيبينغ ولا معروف ولا ولي كليون في امريكان ولا في فرنسا ولا كيعرفوا كونت كا كوم سي راه في اي باي كاين يعني دروب شيبر كيحاولوا يتفاداهم لان كيعرفوا كيوقعوا لهم مشاكل مع لي دروب شيبر. دونك انت ملي جيتي تليستي هزيتي كلشي حتى هذيك اللعيبه ديال دروب شيبرز فوق اللي كيكونوا دايرين لي سبلايرز ديال الشينوا مع الدروب شيبر هزها حتى هي. دونك هادي سيتي ليغور فاتال، ديما الليستينغ ديالك خاص يكون بروفيسيونيل، ثق بيا كون الليستينغ ديالك بروفيسيونيل ان بري كومبيتيتيف غادي تبيع البرودوي صافي اوتوماتيكمون، هادي هي لا ريغل الدراري. دونك ما بغيتش نطول عليكم بزاف الدراري، حاولت نلخص دوك الكيستيون اللي كيجوني باش يوصلوا للدراري كاملين. الا عندكم دوطخ كيستيون راكم عارف في الانستغرام ديالي يونس كاسير، الا عندكم يعني بل الا ما جاوبتكم في انستغرام باسكو جوني بزاف ديال لي ميساج جو عندنا في ارابيك دروب بي دي في باج فيسبوك ديالنا. حاول نتمنى الدراري نكون جاوبتكم على لي ميساج ديالكم ولي كيستيون ديالكم. بون كوراج تو لو موند.